السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا التصريحات تاع ماجر حول مباراة بوركينا فاسو وحديثه عن محرز وصلاح. يعني هو تكلم هذا صوالح، يعني ما نحوسوش هذا من ذبية. نشوف الله يجيب الحظ والسلامة، برك حاجة في قلبي، قلبي راه مزير، والله قلبي راه مزير. مشوم من نهار كان عندي واحد المعلومات وشاد، ماشي باغي نهضروهم. كاين معلومات شادين ومشي باغي نهضروهم، وتزيد تشوف كيسموه هذا ماجر. كاين بعض الناس اللي كي ولا يقولوا غادي نروحو نلعبو كارديو فينال كوب دي موند ونجيبو كوب دافريك، يعني وين زاد قلبي فين داير عليا. ناس هادو ما لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله، ما نأمنش فيهم. الكلام تاعهم جامي تكلم علينا. درنا ماتش نيل، قال الجزائر ومصر غادي يروحوا يلعبوا كارديو فينال كوب دي موند. الجزائر خلصت ومصر خلصت، كانت غادي تخسر والجزائر كانت غادي تخسر. ومي تقول لي كاين الناس يقول لك اه انت راك طايح على ماجر، يا ودي يسكت علينا ماجر. شوف ماجر حاجه اللي يشكرها البحر ينشفه، كو يقول لهم البحر راه مليح البحر ينشف، البحر ينشفه، البحر ينشف. اما لا ماجر كو يقول البحر كره الارضيه نسبها ماء غادي تنشف، غادي تنشف. هذه نعطي لكم التالي، اسمعوا مليح. المنتخب الوطني الجزائري يعني امام منتخب جيبوتي كان في طريق واحد، المنتخب الوطني الجزائري خاصه لعبنا في الجزائر ومنتخب متواضع جدا، يعني ما كانش اي صعوبه لمنتخبنا الوطني الجزائري، لهذا فزنا بنتيجه عريقه جدا. في المباراه الاخيره عرفنا كاينة نتيجة عريقة، ياه ياه ربي يقولوا لي اسمعوها، اسمعوا كاينة نتيجة عريقة. كاين يبقى يطرح سؤال، دوك اللي قال لك شوبي راه عاير في رمز كرة القدم، كاينة نتيجة عريقة. المباراة الأخيرة عرفنا مشاكل كثيرة في مباراة بوركينا فاسو، ولكن إن شاء الله أمام النيجر منتخبنا يقدم أداء أفضل بكثير مما قدمناه بوركينا فاسو، ولكن ان شاء الله امام النيجر منتخبنا هذا فزنا بنتيجه عريقه جدا. في المباراه الاخيره عرفنا مشاكل كثيره في مباراه بوركينا فاسو، ولكن ان شاء الله امام النيجر منتخبنا يقدم اداء افضل بكثير مما قدمناه امام منتخب بوركينا فاسو، لان المباراه مع النيجر ستكون في الجزائر ان شاء الله، وانا متفائل بمنتخبنا سيقدم اداء وسيفوز ان شاء الله. في لاعبين الان الحمد لله يعني يمثلوا الكره العربيه، فيه صلاح، فيه تريزيجيه، فيه ايضا لعب محرز، فيه لعب حكيمي، فيه لاعبين كثير يعني الحمد لله الان موجودين في اوروبا يمثلوا الكره العربيه وهم صلاح تريزيجي. بعد قال لك محرز صلاح تقول نتيجه عريقه، ربي اكدوا لي على النتيجه العريقه. كاينه نتيجه عريقه، وكي قال باللي غادي المنتخب الوطني يقدم اداء جيد والفوز على النيجر. واش تايا لا على بالكش عنده عقليه تاع بكري. هذه بكري كنا نلعبوا ميني مكادي جينيور، كي تجوا زعما كيلعبوا لنا لهنا لادفيرس ميدي لاعب تقول لك جا فروتو في بلادنا، تبارك اللي شوف غادي كي تخرج تخسر. ماجر عنده زر عقليه، كيما نهار اللي قال لهم بغينا نلعبوا مع زومبيا، قال لهم زومبيا هنا في قسنطينه غادي نربحوها، ضربونا بحبه. راه يشكر في النيج، راه يشكر في الجزائر، غادي يقدموا اداء في خاتش. لا هو عنده العقليه زعما غادي كي نلعبوا في بلادنا الربحه مكتوبه. سايكل اودي سكوت السكتور، انا نقول لكم السكتون، انتوما اللي جبتوا
جبتوا الهضره ليكيب ناسيونال انتوما والمصاروه، هدرتها لكم في 2019 قلت لكم هادو مي شكروا فينا، ماهيش كاع سهله، هادو مي شكروا فينا والله ما سهله، والله ما سهله. ومن بعد غادي كي تفيقوا تسيبوا رواحكم دخلتوا في الروشيات، مخلي بلاده اللي غادي تلعب هي الدوزيام وليبيا البرومي، مخلي بلادو يهدر عليك نتايا، مخلي بلادو يهدر عليك نتايا، علاه راه يهدر عليك نتايا؟ خاصكو يسيبك ما توصلش كاع ماتش دو باراج، كويسيب كويسيب نتا كاع ما توصلش ماتش دو باراج، كاع ما كاش ماتش دو باراج، ما كاش كاع روح تربح، يقيسك يقلعك من الحساب. بصح حنا نبغوا الكلام العسالي كيما يقول لك المعسول، كلام المعسول، كلام الشباب، القاطو نبغوا القاطو، حنايا نبغوا التيسويس، نبغوا لي مدنا التيسويس، هادي اللي نقولها لكم، نبغوا التيسويس. راهم يمدوا لكم في التيسويس خاطر انتوما التيسويس ما عايشتوش، كاين أغلبية راه يتبع لي كيما ما عايش التيسويس، ما عايش التيسويس، شتاوالا التيسويس، روحو سقسو والديكم على التيسويس شتاوالا. أما المصاروة راهم يعطوكم في التيسويس، وما جرى يمدلكم في التيسويس، أيوا باش تعرفوها مليح من غير ما يريسحكم. والله يجيب الحفظ والسلامة يا ربي، خاطش كنت نبدا نقولكم 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 ذيك كوب دافريك أي محطوطة فوق فم تاع الفم تاعش الفم تاع البركان، هذه مالت غير شويه، مالت غير شويه شتو، عرزوا روحكم ديك لاكوب طيح، اقلبوها ولي طيح، عرزوا روحكم، انا نقول لكم يحرزوا روحكم ولي طيح، خاش غادي يخرجوا هاد الصواله غادي ما تامنوش لسانكم، شتا كان زعما ناس شاده ماشي باغيه تطرطق مليح. تاكو كاينه حاجه خرج هدرها ديريكت، الناس كلي عندو مبادئ يقول لك انا نهدر، ويخرج واحد ماشي حاكم حتى بنتو ماشي عارفه وين راهي بايته، يجي عايرني كان لي مرتو ماشي عارفه وين راهي بايته، يجي عايرك يعايرك بامك، الناس جبدت. وما هي الامور، ما هي امور راهي من المارس، اهي من المارس، من المارس وزاد فانيك قضية ابدي ما خد نسكت خير، كاين امور ما يتبشر كاع. ما يتبشر كاع والو، ما تعرفوا واش كاين، ما احنا قلنا لكم هدرنا وهدرنا وهدرنا، خاطش علاه لازم تكون ضخ دماء جديدة، يكونوا لاعبين ذو مستوى، لازم لي يكون باغي يشوف روحو شيكور يقعد غير يفهم كيما كان يخدم لهم الحاج راهو راهو. لعبت كوب ديموند غادي نجيب لك الزراير، فتا تقعد دايما تقدم، ما كاشي روح كاين اللي غادي يجي، خاصكو بقينا لاهين في تاع 2010 ما نجيبوش في غولي وابراهيمي ومحرز وماندي وغلام، ما نجيبوهمش 2014 كنا شدنا، كنا قادرين ما نجيبوش بن ناصر، ما نجيبوش زفان، ما نجيبوش ما نجيبوش كيسموه بالرحمه، ما نجيبوش ما نجيبوش اي صاحبي، علاش شبعانين خليها كيما هكا. بصح الرجاله كانت تخدم ربحت هذه الخطره، نجيب لك يقابلوك يقعدوا مقابلينك تغلط روح. بصح حنا ولات عندنا جماعه لابيسين هما اللي قروا،
اودي راني نعطيكم واحد الشرات هما اللي قروا. انا نقولها لكم ونعاود، روحوا قولوا لنا يخبرونا شكون هو اللي ضرب على بوداوي باش يكون في ليكيب ناسيونال، ولو كان تعرفوا هذاك المساعد اللي جابوه ذاك المغربي اللي جابوه ليكيب ناسيونال، لو تعلموا يا صديقي العزيز يا مناصر المنتخب الوطني الجزائري ويا ايها المناصر، كاي مناصر فريق وطني جزائري حقيقي وكاي مناصرين مغفلين، لو تعلم علما يقينا، بصح نخلوها حتى نهار اللي طرطق ونقول لكم عقلوا على ذيك الكلمه اللي قلتها لكم، علاش جابوا ذاك الود ولا ما كسموه جابوه لهنا با تعرفوا مليح، خليها حتى نهار اللي تتفدق وتولد لكم فريخ فباك نقول لكم يا ودي راكم عاقلين. شنو قلت لكم؟ هاله نهار اللي تسرى نقول لكم، غادي كي تسرى وتنخلعوا غادي نقول لكم، راني قلت لكم هاله غادي نقول لكم علاه جابوه.